يا بنتي يا بنتي، انت ما تبطلش كلام، لوك 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 على طول. صدعتيني، انا جاي من الشغل، انا عايز ارتاح شويه. شغلت تتكلمي 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 تتكلمي، ما بتفصليش ابدا، ما ينفعش اخد راحه، ما ينفعش نسكت شويه ونقعد هاديين، لازم على طول كلام. مشكله اي بيت مصري، مجرد دخول الزوج من البيت، من باب البيت، قوم الزوجه تشتغل تتكلم، الزوج انت ما بتفصليش الشحن، انت ما بتعرفيش توقفي كلام، انت فتح بقى خناقه كبيره. ايه سبب الخناقه دي وازاي نحاول نتغاضى شويه عنها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو النهارده. النهارده الاختلاف التاريخي بين الرجل والمراه، قلنا الاختلاف الاول اختلاف في تركيب الرجل والمراه، تاني اختلاف في تعامل الضغوط مع المشكلات، تالت اختلاف هو طريقه الكلام بتعبر ايه عن كل واحد فيهم. اول حاجه بالنسبه للرجل، الكلام بالنسبه له صراع او مشكله بيحب يواجهها. الرجل زي ما قلنا اللي هو دايما للقوامه او للاولويه، او هو شايف نفسه اللي هو حلال المشاكل، او هو ان كلامه بالنسبه له كل واحد فيهم رغاي وكل واحد فيهم رطاط، بس كل واحد فيهم في مكان مختلف. الرجل كلامه بره البيت في الشغل، المراه كلام جوه البيت في هدوء. ليه؟ او كل واحد اشمعنى بيتكلم ده بره البيت ودي بتتكلم جوه البيت؟ لان كل واحد منهم الكلام بيمثل له معنى مختلف. ازاي؟ الرجل الكلام بيمثل له هو حل صراع او حل مشكله، او في الشغل بيتناقش مع ده، بيشوف ده هيقول له ايه، بيشوف هيعمل ايه بعد ده، بيشوف عشان يوصل للنقاش. خلص طاقته كلها، اشتغل في نقاشات كتير، الطاقه خلصت، روح البيت عشان يرتاح. الزوجه هي اصلا ما اتكلمتش طول اليوم، او قاعده ساكته طول اليوم مستنيه الزوج يرجع. هي بالنسبه لها الكلام زياده موده وحب. هي اتكلمت معاك، عارف هي بتحبك، عايزه تشاركك تفاصيلها، عايزه تشاركك الحاجات اللي انت بتحبها واللي هي بتحبها. مجرد ما بيرجع ساكن بيه تتكلم، هو بيقعد يقول لها بقى انت يا بنتي انت قاعده من بدري فاضيه، انت اول ما انا جيت انت شغاله تصدعيني، لوك 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 لوك. مش بيرضى يسمعها اصلا، ويطلع عليها لقب اللي هي رغاية، اللي هي رطاطة، اللي هي بتحب تتكلم في اي كلام فاضي. على عكس تمام، هي الزوجة اصلا بتبقى الكلام بالنسبة لها تعبير عن الحب او المودة او تقوية العلاقات. على عكس هو الكلام بالنسبة له الصراع، عشان كده هي بتيجي تتكلم وهي بتقعد تتكلم ببراءة او بهدوء، بحس ان هي تشارك شريك حياتها في حاجة هي عايزة تتكلم معاه فيها. هو ما بياخدهاش كده للاسف، بياخدها اللي هي عايزة تدوشه او عايزة تصلاه او عايزة تدخل معاه في الصراع. طب بالنسبة دلوقتي في طرف منهم بالنسبة له الكلام حل صراع او حل مشكلة، والتاني بالنسبة له تقوية علاقات، ده مش عايز صراعات او مش عايز كلام كتير، الناحية التانية هي عايزة تقوي العلاقة. طيب هنعمل ايه عشان الطرف ده كل واحد منهم يظبط دنيته او ازاي يتأقلموا مع بعض اصلا؟ اول حاجة بالنسبة للزوج، الزوج المفروض يعرف اللي هي زوجته تبقى قاعدة طول النهار مستنية يرجع علشان تتكلم معاه وتقوي علاقتها بيه، فيقعد يتكلم معاها ومش يخسر حاجة ما يتكلم. هي كده كده مش بتبقى طالبة منه اللي هو مثلا يقول لها باقتراحات او لها خالص، هي بس عايزاه يسمع الزوجة، مش هيخسر اي حاجة لو قاعد يسمع. الناحية التانية الزوجة تدي زوجها وقت اول ما يرجع من بره، شايفها راجع من بره مش عايز يتكلم، مش عايز يتناقش، مش عايز، سيبيه ياخد هدنة، سيبيه ياخد وقته، سيبيه ياخد راحته، يفوق يطلع من راحته دي، كلمي بقى براحتك كيف كنت عايزه. طيب انت هتقول طيب دلوقتي خلاص هو اساسا الزوج خلص كلامه وخلص صراعاته بره، طب كده هيبقى في ملل بالنسبه للزوجه، هي اللي شغاله تتكلم، تبقى مستنيه زوجها يتكلم او يشاركها في حاجه في الكلام اللي هي بتقوله. عشان نقدر ندمج الحاجتين لازم ندمج اهتمامات الرجل والمراه مع بعض. اهتمامات الرجل والمراه كل واحد فيه بيهتم بايه، او كل واحد فيه بيبقى عايز يتكلم عن ايه، او يعبر عن ايه، او كلامه او ده كله ايه، نعرفها مع بعض الفيديو الجاي باذن الله. اهتمامات الرجل والمراه كل واحد فيه بيهتم بايه عشان يقدروا يعملوا حوار بناء ما بين الطرفين. تقدر الزوجة اللي هي تشارك زوجها في اهتماماته وهو شاركها في اهتماماتها، هي تدرك ان الكلام صراع بالنسبة له صراع، فتحاول هي مثلا تختصر في تفاصيل او تختصر في حاجات ما توضحلوش كلام معناه اللي هي مثلا عايزة مشكلة، لا تقول له اللي هي الحاجة بحلها على طول. الزوج يدرك اللي هي الزوجة بتتكلم معاه ود ومحبة علشان يتقبل اللي هو يسمعها او يقوي العلاقة معاها. كده خلصنا بعض الفيديو التالت، الاختلاف التالت بين الرجل والمرأة. لو تنسوش الفيديو عليكم تعملوا شير ولايك وكومنت سواء على الفيس او على اليوتيوب، لهم اشتراك في القناة ومتابعة الفيديو في الفيسبوك. السلام عليكم.